محدش فينا ينكر انه جوه العربيه انت ممكن تلاقي موضوعات كتير وتتكلم فيها، يعني انت سايق كده فبتفتح موضوع. المهم انا رايح انا وهبه مشوار، هبه مراتي هي اساسا مراسله ومذيعه وبقى لها فتره طويله في الميديا وسنين، وبعدين طرحنا كده موضوع له علاقه بانه هو انت علشان تشتغل في الميديا مراسل او مذيع المفروض تكون ايه مقوماتك بالذات اللي احنا بنشوفه دلوقتي، مش صح كده؟ فانا كان عندي شويه ملاحظات على انه انا فاكر كويس يعني انه هبه لما كانت مراسله هي هتحكي شويه عشان هنسالها شويه يعني ايه مراسله التلفزيون، وبعد كده لما قررت بقى انها هتشتغل مذيعه خدت كورسات في العربي وفي الالقاء بطريقه كانت فعلا صعبه، يعني اللي هو كانت تنزل الظهر عشان تروح وفي الزحمه جدا عشان تروح تاخد كورس عربي كورس القاء. ومره واحده فوجئت بانه اللي طالع على الشاشه الحقيقه يعني من الناس دلوقتي اللي موجوده بدون ذكر اسم معين هو ولا في عربي ولا في القاء. نتكلم الاول بقى عن المراسل. يعني انت علشان خاطر تشتغلي مراسله كان ايه الشروط في اللغه وفي الالقاء وفي الشكل والثقافه العامه ايه يعني؟ بصي، اصلا بتختلف من نوعيه المراسل اللي انت هتشتغل. تمام. بس خليني اقول لك ان انا خرجت من الكليه، انا كنت بتدرب من وانا في الكليه، من وانا في ثانيه جامعه. خريجه اعلام صح؟ خريجه اعلام. من وانا في ثانيه جامعه اتدربت شويه في التلفزيون وشويه في قنوات خاصه كتير لحد ما اتخرجت. حلو. وانس ان انا اتخرجت ما لقيتش اي حاجه ليها علاقه باللي انا درسته. اشتغلت كاني لسه صفحه بيضاء، ما اعرفش اي حاجه لا افقه اي شيء، لانه اللي هو السوق بقى السوق غير تماما سواء انت كنت بتتدرب او او كنت بتدرس. حلو. لما تبقى انت المسؤول عن البروجكت بشكل كامل، لا الدنيا مختلفه خالص. صح. الحمد لله كان وقتها ربنا كرمني المسؤول عن البروجكت بشكل كامل، دي يعني مهنه المراسل عن الكتابه ويحدد التصوير والمونتاج، صح كده؟ طبعا انت ممكن انت اللي تكون بتحط الفكره اصلا. اوكي. وانت عايز تناقش الموضوع ده، فانت بتحط التصور انت عايز تناقشه من اي اتجاه، فانت أوكي. بتحط الاماكن اللي هتصور فيها كويس، وهتحط الناس اللي هتستضيفهم. في دلوقتي في اعداد ممكن يعمل ده يعني، بس ممكن بيكون في تعاون بينك وبين الاعداد، يعني انت دورك مهم جدا في الحته دي، ان انت في الاخر بتصنع محتوى يعني. بالظبط. صح. فلما بتنزل انت المسؤول عن الصوره مع المصور، فانت اللي بتقول هنصور كذا هنصور كذا، طبعا مش معاك مخرج بره، فانت بتبقى انت والمصور بس. انت اللي بتحط اسئلتك وبترجع تمنتج تسجل صوتك. يعني كان بالنسبه لي شغل المراسل احسن من اي حاجه تانية ممكن اكون اشتغلتها، لانه في النهايه لما بتلاقي التقرير عندك دقيقه او دقيقتين ونص على الشاشه، بتحس ان انت انجزت حاجه متكامله من الف للياء بتاعتك انت. كويس. فدي كانت حاجه من اروع اللحظات اللي كان الواحد بيستمتع بيها، لما التقرير يطلع على الشاشه وتلاقي الناس معجبه بيه. طب كان ايه الشروط؟ يعني مثلا انا لو انت يعني بصي، انا عشان مخرج وكان طبعا بالنسبه لي المراسل مهم، يعني الواجهه بتاعته، الإلقاء، الطريقة، الفكر، الثقافة، إزاي يصنع المحتوى. وطبعاً كان العربي بالنسبة لي أنا بقى كمخرج أخبار تحديداً بالتعود، يعني أنا لما بسمع حد بيتكلم عربي ممكن أعرف هو بيتكلم معلش أنا عدي المطب ده، أعرف بس هو بيتكلم صح ولا غلط بالسمع، لكن ما أعرفش القاعدة، مش مرتاحة كده، حاسس إن الكلمة مش كويسة. كان ايه الشروط بقى عشان تشتغلي مراسلة؟ يعني لما كنت مثلا تقابلي رئيس قناة او رئيس اخبار وتقعدي معاه وتتكلمي، كان ايه الشروط في اللغة او في الالقاء اللي بيطلبوا منك؟ بص، بدايتي في البدايات مش بتطلع لايف، يعني مش محتاج تبقى في وسط الحدث، ما كنتش بطلع لايف، كنت لسه في الاول. حلو. فما كانش قوي اللغة العربية، لانه كمان بيبقى متوفر دقق لغوي في اللغه الفرنسيه. لسه هسالك عن ده والله. كمراسل بيبقى عندك قبل ما بتطلع التقرير واحد بيراجع معاك الكلام، فده كان بيبقى مريح شويه. حلو. انما لما بتقدم شويه كمراسل لازم تكون عندك مهارات اللغه طبعا جدا، لانك انت في اي لحظه ممكن تطلع هوا فبتتكلم بلغه عربيه. استخدامك للمدقق اللي في القناه مش دايما بيبقى، لانه خلاص انت بتكون خلاص انت بتصحح اللغه بتاعتك وبتسجل على طول. تمام. انما في البدايات بيبقى في عوامل مساعده شويه معاك. طبعا الاساسيات، اولا الصوت لازم مخارج الحروف تكون مظبوطه. اوكي. يكون عندك مهاره الكتابه. طبعا دلوقتي بشوف ناس
هي بتنطق غلط فعلا يعني هي القاف كاف والزين والصاد والسين والحاجات دي يعني مفيش صعبه قصد ان اللسان يطلع بره دي ما مش موجوده خالص يعني بيعتبروها فزلكه يعني انت بتتفزلك أيوه. مع انه انا مش شايفها فزلكه يعني انت لو شفت واحد بينطق انجليزي غلط بتزعل وبتتريق عليه احنا ازاي قابلين ان بكون بنطق عربي غلط مش بس بنطقه غلط في قعده ده بنطقه غلط في ميديا فيعني طب انت خلاص خدتي يعني خدتي خطوه المراسل وبداتي ويمكن نعمل فيديو تاني عن المراسل بس يا جماعه عشان اللي عايز بص المراسل ده يعني بحس ان هو اهم عنصر في الموضوع كله طبعا بيشغل حاجات كتير قوي يعني فروعه كتير بيصنع قصص وبيصنع حكايات وممكن ينقل الحدث يعني بطريقه تخليك انت تصدقه باني شكل ان هو بيتحكم جدا في الـ الـ الشكل او قبولك للفكره او شكل او التفسير بتاعها فهو لا طبعا هو عنصر مؤثر جدا بس انا عايز يعني احدد موضوع لما بدات تاخدي كورس عربي وكورس القاء اكتشفتي ساعتها بعد مثلا كنت بتشتغلي مراسله اربع سنين خمس سنين مثلا بدات ده وانا كان بقالي خمس سنين فعلا مراسله وقبلهم بقى ثلاث سنين تدريب اوكي بس قبل ما ننتقل للغه خليني بس اقول لك انه كان اهم عنصر بس في المراسل انه الكتابه اهم حاجه انت بتكتب بيعرف يكتب بتكتب التقرير ازاي وانواع التقارير حلو فالمراسل اهم حاجه الكتابه بلس اللغه طبعا تمام انما كمذيع حاجتين مهمين جدا بقى مذيع لغه اخبار اللغه العربيه دي اهم واول حاجه يعني العنصر الاساسي مهمه انا شايفها مهمه جدا ده بقى اللي مش لاقيه خالص دلوقتي يعني الاعلام بقى انا مش فاهمه فيه يا جماعه مفيش يعني انا بص عايز اقول لك ان ده مش على مستوى التلفزيون بس يعني انا في احيان بقرا الراديو لا ورده الراديو مصيبه الراديو ده اللي يا جماعه حزين عليه انا عايز اقول حاجه والله بالنسبه للراديو ده وبرضه هنتكلم عنه في فيديو تاني خالص والله العظيم انا اشتغلت سنه يعتبر 99 مثلا فلحقت الناس التقايل في الاذاعه الاستاذ محمود سلطان استاذه زينب سويدان اسماء كده كبيره جدا يعني ومش عايز انسى حد بس اسماء تخيلوا ده صوت سليم عادي تخيلوا انه عشان خاطر حد يتقبل في الاذاعه شروط قويه جدا لدرجه انك ازاي تعرف تشكل صوتك وتلون صوتك في الجمله وفي الكلمه وازاي يعني اللي هو الالقاء يعني كان وقتها انك تشتغل في الاذاعه دي التوب انت ممكن تشتغل في التلفزيون وما تعرفش تدخل الاذاعه انت يعني يقول لك اصل ده اذاعي فالعربي بتاعه سليم والالقاء سليم لانك كمان انت بترسم الصوره كلها بصوت يعني في التلفزيون انت عندك عناصر كتير كنا دايما ندرس كده انه التلفزيون عندك الصوت والصوره فده يعني بيساعد انما الاذاعه انت معتمد بس على صوتك فكانت اصعب بكتير من التلفزيون دلوقتي لا يعني اي حاجه ممكن اشتغل في الاذاعه اسهل من طيب علشان الفيديو ده ما يطولش هنعمل فيديو تاني عن المراسل جميل بس انا عايز اتكلم بقى عن مرحله الكورس بتاع العربي والالقاء لما انت اشتغلت اربع سنين مراسله كنت خمس سنين او خمس سنين بقى كده هتطلعي بقى مذيعه اخبار على شاشه قناه دريم بتقري الاخبار هناك هل حد قال لك خدي كورس ولا انت لوحدك لا محدش قال لي وقتها بس انت حسيت ان عندك مشكله في اللغه وعندك ايه بقى ايه ان انا قمه خلاص ثقه بقى واثقه في نفسي العربي 100% اخبار يعني مظبوط انا مش جايه مراسله مثلا حاجه تانية ورايحه اخبار لا انا اوريدي مراسله اخبار انت غطيتي كمان احداث كتير اعتقد انا اصلا بدايه شغلي كانت 2011 الثوره يعني فانا غطيت لا يبقى دي حكايات كنت مرميه في الشارع لا 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 دي حكايات تانية خالص وانتخابات يعني حكايات انا عارف طبعا بس هي يعني دي بقى حكايات فرايحه واثقه في نفسي جدا ومع اول ورق بايلوت كنت ماسكاه المقصود ايه بقى بايلوت عشان لو حد بيتفرج علينا برضه مش في الميديا وغالبا اللي هيهتم بالفيديو ده حد عايز يشتغل مراسل او مذيع او في الميديا وبايلوت يعني حاجه تجريبيه يعني مش على الهوا مش بتتذاع على الهوا بس يعني بنفس ال كانك لايف كده كل حاجه بس هي الناس ما بتشوفهاش يعني عشان نقيس بس مشكله خطا زاويه اضاءه حاجات كتير قوي بتتقاس من البايلوت فمع اول بايلوت لقيت انه اللغه ضايعه اوكي حتى الكلام انت اللي حسيتي انا اللي حسيت طبعا ما حدش قال لك لا ما حدش قال لي لانه في الاخر الواحد لما يعني عايز يعمل حاجه صح هو عارف ايه الصح وايه الغلط عايز اسمه يتحط على ايه يعني انا ما كنتش ارضى ان اسمي يتحط على حاجه نص نص يعني يعملها صح يا ما اعملهاش فاتقبلت في القناه تمام اتقبلت اني ابقى مذيع بس ليه اطلع باداء مش حلو فحسيت اني مثلا محافظتي على التون بتاع اللي بتكلم بيه
مش بطول النشرة، لان خد بالك انا كمثلا كلايف او بتاع ما كنتش بطلع وقت طويل، فكنت امسك التون بتاع الكلام في وقت قليل، انما اني اطلع مثلا نص ساعة بنفس التون اوقات كنت بقع النفس ما يطولش. اوكي. اتوه في النص من خارج الحروف مثلا، وليد بقى اللغة لا ما فيش. طب ثواني بس، يعني انا عشان يعني ابقى فاهم، يعني انت درستك اللغة والالقاء في كل التفاصيل دي؟ طبعا. الحروف والنفس واستمراريه القرايه بدون ما اقطع في النص. امتى تعرف تقف في جمله وتاخد نفسك وهي تكون جمله طويله؟ وبرده اعتقد ازاي تحافظ على درجه الصوت او التون بتاع دي الصوت. دي اهم حاجه. وعندك مخير، يعني الحروف كل حرف ليه مكان بيخرج منه. اوكي. فانت بتدرس المخارج دي علشان ما تطلعش، عشان دلوقتي عشان كده بنشوف دلوقتي القاف والكاف اللي هو بينطقها اساسا، هي المخرج غلط هو المكان بالزبط. غلط، فعشان كده هو عمره ما هيظبطها بالظبط. الا لو درس يعني او لو اتعلم. يعني هو هي الموضوع مش صعب. هو يعني مش شايفه الناس سايبه نفسها ليه كده؟ الموضوع مش صعب. هو بصوا يا جماعه، احنا هنعمل فيديو تاني طبعا نوضح فيه تفاصيل اكتر بالذات عن الكورس وعن المراسل، بس انا عايز اقول حاجه بصراحه في اخر الفيديو ده تحديدا اللي هو الجزء ده، انه والله العظيم الموضوع مش صعب، بس ادرس واشتغل على نفسك وتعلم. وانت صح؟ ما تقبلش ان انت تطلع حاجه مش حلوه باسمك. بالظبط. والموضوع فعلا مش صعب، بس يعني خد الخطوه، ما تطلعش ابدا بالاداء ده. انا كلمه خد الخطوه دي بجد رساله لاي حد عايز يشتغل في الميديا او في اي حاجه تانية. ما تستسهلش وما تاخدش الموضوع بشكل تافه، لانه والله العظيم في الاخر احنا يعني انا هعتبر نفسي مشاهد دلوقتي، احنا حكمنا رخم، يعني بنقدر نشوف المشكله قوي، مش زي ما انت متوقع ان حاجه وعدت. لا، واحنا شعب اصلا يعني بينتقد اكتر من انه بيشوف الحلو. صح صح. احنا قاعدين بس عشان نطلع الحاجات الوحشه في الناس حتى لو جزء صغير، فليه نقبل كده؟ مظبوط مظبوط. هنقول شكرا للفيديو ده. شكرا. والفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن المراسل وعن كورس العربي بشكل واضح اكتر. وعن الالقاء وعن التفاصيل الكتير قوي اللي محتاجين نتكلم فيها. السلام عليكم. باي باي.